كاين دابا واحد الرواج في الاسواق من طرف السماسره، من طرف الوسطاء، من طرف الشنقه، اللي تيهضروا على اثمنه اللي هي خياليه، اللي هي ماشي في استطاعات المستهلك المغربي. اللي تنلاحظوا دابا هو رغم ان هاد التسهيلات ورغم ان اتصلنا مع الناس ديال في اسبانيا وفي داك وفي الخارج، شحال تدير الاضحى، شحال تيدير الخروف تماك، وشحال باش يتباع هنايا الخروف المستورد، راه تيبدا من 30 كيلو فما فوق، 30 40 50 حتى 70 كيلو كاين الخروف دابا وصل حتى 70 كيلو. هاد الخروف هذا ديال 30 كيلو خاص يتباع ب 30 بل 1500 درهم. والان الخروف ديال 30 كيلو راه تيتباع من فوق 2000 درهم. هاد الخروف ديال 60 كيلو 70 كيلو ما خاصوش يفوت واحد 3500 درهم، ديال 70 كيلو ما خاصوش يفوت 3500 درهم باش يبدا الكساب يقول لك اودي انا راني علفت. حيت واش انت علفت تبيع الحلي ب 7000 درهم؟ واش هاد الحلي هذا واكل البيستاش؟ علفتيه بالبيستاش؟ علفتيه باللوز والكركاع؟ اذا علفتي راه كانت الحكومه راه عاونت راه، وحتى الاسعار ديال الاعلاف راه تحت واحد 30% هذا العام. خاص يكون هناك تدخل ديال الحكومه. انا دعمت واحد المنتوج، دعمت هذا القطيع هذا، ولكن خاصني نتبعوا، ماشي نخلي المستهلك منه للشناق، منه لهاد الوسطاء هادو. خاص يكون واحد الدعم اللي مباشر كما العمليه اللي قام بها صاحب الجلاله في هذا الدعم الاجتماعي المباشر، يعني من المستهلك الى الحكومه. تيمشي تيشد فلوسه بيدو، وبعد المدراء ما خداتش حقها، يعني ذاك القطيع ما دخلش. اذا هذاك المستثمر اللي دخل دوك البهايم مشى داهم باش، ومن بعد العيد انه خرجهم للجزاره وخرجهم تباعوا، وحنا فرصنا هذا الشيء، وتباعوا اصحاب الحفلات واصحاب الاعراس والقزاره. ان الحكومه تبعوا ذاك الشيء اللي دخل ديال البهايم، ذاك القطيع اللي دخلوا تبعوا حتى يكمل، اللي شاط يرجع. مورا العيد راه غادي يكونوا اثمنه خياليه ديال اللحوم اللي غادي تفوت 150 درهم، لان القطيع اللي كاين هو غادي يذبح دابا، وما غاديش يبقى عندنا قطيع اللي غادي يستمر. عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير الكبير، ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. لا حديث مع اقتراب عيد الأضحى إلا عن أضحية العيد، وكذلك عن غلاء الأضحية، فتنسمعوا أن هناك ارتفاع في الأسعار ديال الأضاحي، مواقع التواصل الاجتماعي، في الشارع، في مقرات العمل المستهلك المغربي. فهو الآن يتساءل مع أنه تسمع بأنه راه الأضاحي غاليين، وراه أن هنا غادي نوضحوا الأمور. تنعرفوا بانه توالي سنوات الجفاف اللي عرفتها البلاد ديالنا، هاد السنوات اللي تقريبا واحد 50 ولا 6 سنين ديال سنوات الجفاف، اثرت بشكل كبير على القطيع المغربي. كذلك الكساب انه تيهضر على غلاء الاعلاف، هاد الاعلاف المركبه، والدعم ديال الحكومه، مما دفع بالحكومه الى استيراد القطيع من إسبانيا ورومانيا والبرتغال لدعم أو باش نعاونوا شوية في هذا عيد الأضحى القطيع الوطني اللي تعرفوا غادي وتعرفوا واحد النقصان. هنا اللي بغينا ناكدوا عليه هو ان تنعرف كاين دابا واحد الرواج في الاسواق من طرف السماسره، من طرف الوسطاء، من طرف الشنقه، اللي تيهضروا على اثمنه اللي هي خياليه، اللي هي ماشي في استطاعات المستهلك المغربي. واللي بغينا ناكدوا عليه هنايا هو ان الدوله قدمت عروض للاستيراد لهاد الفاعلين الاقتصاديين باش انهم يستوردوا واحد 600 الف راس ومن من 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 القطيع، وهي هذا المحتمل يكون اكثر ديال 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 الاستيراد. وان الدوله دارت واحد تسهيلات، اولا انها دعمت هاد المستثمرين او هاد الفاعلين الاقتصاديين، دعمتهم ب 500 درهم عن كل راس، والاعفاء من الضريبه على القيمه المضافه، والاعفاء من الجمارك. اذا كاين هناك تسهيلات.
الا ان اللي تنلاحظوا دابا هو رغم ان هاد التسهيلات ورغم ان اتصلنا مع الناس ديال في اسبانيا وفي داكشي وفي الخارج شحال تدير الاضحى شحال تدير الخروف تماك وشحال باش يتباع هنايا. ولاحظنا في هذه الاواخر هذا وفي هذه الايام المتبقيه ديال عيد الاضحى بان هناك اثمنه فيما يخص القطيع، لا القطيع الوطني ولا القطيع المستورد، فهناك اثمنه جد خياليه اللي ما يقدرش المستهلك انه يشريها. بحيث اللي لاحظنا هو ان الخروف مثلا كاين باش نوضحوا مزيان، هو ان الخروف المستورد راه تيبدا من 30 كيلو فما فوق 30 40 50 حتى 70 كيلو، كاين الخروف دابا وصل حتى 70 كيلو. واللي خاصو يكون هو ان هذا الخروف هذا ديال 30 كيلو خاص يتباع ب 30 بل 1500 درهم. والان الخروف ديال 30 كيلو راه تيتباع من فوق 2000 درهم. هذا الخروف ديال 60 كيلو 70 كيلو ما خاصوش يفوت واحد 3500 درهم، ديال 70 كيلو ما خاصوش يفوت 3500 درهم، راه واصل دابا 8000 درهم في السوق. يعني ان الحكومه نجحت فعلا، نجحت الحكومه في هذه العمليه ديال الاستيراد ديال القطع، ولكن فشلات في تحقيق الهدف. اذا علاش؟ لان دابا ان هذا المستورد هذا اللي دخل هذه الاغنام هذه انه تيبيع، ان خلات الفرصه للشناقه والصماصيره والوسطاء دايرين في السوق ما بغاو، وهما اللي تيحددوا الثمن، هما اللي تيحددوا كل شيء. اذا هنايا هاد خاص يكون هناك تدخل ديال الحكومه. انا دعمت واحد المنتوج، دعمت هذا القطع هذا، ولكن خاصني نتبعوا، ماشي نخلي المستهلك منه للشناق، منه لهاد الوسطاء هادو، لا. فالماده ديال الماده 3 و4 من حريه الاسعار والمنافسه تنص على ان الحكومه خاصها تنظم الاسعار. في بعض الحالات هو كاين حريه الاسعار والمنافسه اللي هو القانون 104-12، ولكن الماده 3 و4 بعض الاحيان تيكون هناك خلل تيكون خلل بين العرض والطلب. حيت يكون الخلل بين العرض والطلب وتيكون هناك وسطاء وتيكون هناك سماسره، فالحكومه هنا خاصها تدخل باش انه تحدد الاسعار بتدخل من مجلس المنافسه. هنا الحكومه لحد الساعه مازال ما تدخلتش، وتنعرفوا بان نفس المشكل هنا دابا المستورد او هاد الفاعلين الاقتصاديين مستفدين من حليب الحكومه ومن اللبن المستهلك، انهم تيستافدوا من جهتين، تيستافدوا من الدعم ديال الحكومه وتيستافدوا ايضا دايرين ما بغاو في المستهلك المغربي. اذا هنا لابد من تدخل الحكومه. انا اللي تنعرفوا واللي تيجي به القوانين هو ان مادام ان الحكومه دعمات هاد القاطع ب 500 درهم وعفات المستوردين من الرسوم الجمركيه ومن الضريبه على القيمه المضافه، والا خاصها تتبع هاد القاطع هذا وتقول لنا بشحال داخل وبشحال خاصو يتبع. اذا هنا خلات الباب مفتوح لمن لهذ المستثمرين وهذ الوسطاء. حتى نقول للحكومه كاين مواد دابا اللي مدعمه من طرف الحكومه، بحال السكر، بحال الدقيق، بحال الغاز، البوتاغاز راه مدعمه، ولكن راه مقننه. يعني البوطه 40 درهم 40 درهم 41 درهم، ماشي اليوم دايره 40 درهم وغدا دايره 60 درهم وغدا دايره 100 درهم. هادو مواد اللي مدعماهم الحكومه اذا ومتبعاهم. اذا هذا مادام اعطيتي واحد 500 درهم منين اعطيتيهم؟ اعطيتيهم من اعطيتيهم من الضرائب ديال المستهلك المغربي، هذوك راه فلوس ديال المغاربه. اذا خاصك تتبعيهم. وهذا الدعم احنا في نظرنا ان هذا الدعم خاص يكون في نظرنا احنا خاص يكون واحد الدعم اللي مباشر كما العمليه اللي قام بها صاحب الجلاله في هذا الدعم الاجتماعي المباشر، يعني من المستهلك الى الحكومه. تيمشي تيشد فلوسه بيده. كان ان هذا القطع هذا يجي وكل مدينه تستخدم واحد الكوطه معينه ويتم توزيع، والحكومه هي اللي غتقوم بتوزيع هذه الاغنام هذه الاضاحي على
على المستهلك وبأثمنة مناسبة. هنا كاين مشكل اخر، فالخطأ اللي طاح فيه الحكومة العام اللي فات هو انه هذاك القطيع ما دخلش للاسواق الا بعد الاسواق وبعد بعد الاسواق الكبرى اللي دخلوا فيه بعض القطيع في بعض المدن معينة، وبعض المدن راه ما استفدتش ما خداتش حقها، يعني ذاك القطيع ما دخلش. اذا هذاك المستثمر اللي دخل دوك البهايم مشى داهم باش ومن بعد العيد انه خرجهم للجزارة وخرجهم تباعوا، وحنا فرصنا هذا الشيء، وتباعوا اصحاب الحفلات وصحاب الأعراس والقزارة. هنا اللي بينا نأكدوا عليه هنا هو إقرار دفتر التحملات. هذا دفتر التحملات اللي تيلزم الفاعلين بضرورة بيع جميع ما تم استيراده. هذا المستورد هذا كان هناك دفتر ديال التحملات، أن الحكومة تبعوا داك الشيء اللي دخل ديال البهايم، داك القطاع اللي دخلوا تبعوا حتى يكمل، اللي شاط يرجع، القطاع اللي شاط ما باعوش في العيد يعاود يرجع. اما باش تشد انت تقوم بها، احنا ضد عملية تخزين، انك تدخل تعاونك الحكومة تعاونك الدولة بواحد 500 درهم وبالإعفاء من الضريبة ومن الجمارك، وتقوم انت بتخزين هاد تيفوت العيد، تخزين هاد القطع وتيفوت العيد عاد تخرجوا تبيعوا للسوق، فهذا ماشي قانوني. وهنا فاش بينا باش تدخل الحكومة باش انها تدبر ويكون ويدبر هاد العملية هذه، لأن المستهلك دابا العام اللي فات فاش دخل هاد القطع هذا كان تيسول غير واش هاد القطع هذا صالح للأكل، واش هو دايز، واش في العيد، ما بقاش يسول دابا المستهلك، ما بقاش يقول بأن واش هاد القطع صالح للأكل، واش هاد اللحمة هذه مزيانة ديالو، ياك ما واكل، ما بقاش يسول ولا تيقول غير الأثمنة، بغى هو غير يشري، ما بقاش واش الجودة، ما بقاش يتكلم على الجودة، تيتكلم دابا واش الأثمنة. فالأثمنة دابا خاص يتحط مثلا إذا كان في الأسواق الكبرى، خاص بين دخول الحرية الأسعار المنافسة، يدخل الأسواق الكبرى ويتعلق الثمن، خاصة الحلي ما يفوتش 40-45 درهم للكيلو، ما خاصوش يفوت 45 درهم للكيلو. إلى فتى إذن هذا تعسف حق المستهلك المغربي، لأن دابا الحلي ديال 30 كيلو خاص يدير واحد 1400 درهم، ما خاصوش يفوتها من خلال هاد الشيء، باش هاد الناس اللي مدخلينه والمصاريف ديالو ما خاصوش يفوت 1400 درهم ديال 30 كيلو، يعني وديال 70 كيلو ما خاصوش يفوت 3500 درهم، ما خاصوش يفوتها. يعني اللي باع مكثر هذا الثمن فين هذا راه ليس قانونيا، وخاص الحكومة تدخل باش أنها تحكم في الأسعار. أنا دعمت هذا القطاع، إذن خاصني ندخل فيه، خاصة نستفدوا من العام اللي فات. العام اللي فات راه القطاع راه الناس ما شافوش القطاع ديال إسبانيا والبرتغال، هذا القطاع اللي مستورد ما شافوش، ما بدا ذاك القطاع تقريبا حتى المورا العيد. بالإضافة لذلك فهذه كمعلومة للمستهلك المغربي، فتنعرفوا بأنهم بعد العيد راه غادي يكون واحد الأثمنة ديال ارتفاع ديال الأسعار ديال الأثمنة ديال اللحوم، لأن القطع اللي عندنا هو عندنا تقريبا اللي معترفة به الحكومة هو اللي وصل أن اللي وجدت اللونصة هو شي 3 مليون ديال 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 القطع، وعلى 600,000 رأس اللي غادي ندخل نقولوا كاع مليون رأس، لأنه كما أكد ذلك وزير الفلاحة أن غادي نوصل لواحد المليون رأس، فهذا غير كافي، يعني ان مورا العيد راه غادي يكونوا اثمنه خياليه ديال اللحوم اللي غادي تفوت 150 درهم، لان القطع اللي كان هو غادي يذبح دابا وما غاديش يبقى عندنا قطع اللي غادي يستمر. فاللي بغينا دابا يكون من وزاره الفلاحه هو الحفاظ على الامهات ديال ما نبيعوش، الامهات ديال هاد ديال ديال هاد القطع هذا، لان باش تكون تماك ويكون السلاله ويكون تماك يكون واحد اعاده انتاج ان شاء الله، وحنا تنطلبوا من الله باش يكون الامطار وداك الشيء ونعاودوا نرجعوا. فبالإضافة إلى ذلك فنأكد عليه، فحتى تمشي دابا عند المستثمر عند الفلاح ولا الكساب تقول له دير هاد الأثمنة راه خيالي، وكان علفت وانا درت هكا للإشارة. فالحكومة قدمت الدعم هاد السنة، قدمت الدعم ديال الأعلاف، أعطت الأعلاف، فقدمت أيضا الدعم ماديا، أعطته للكساب، عاونته ماديا وعاونته فيما يخص الأعلاف،
باش يبدا الكسايب يقول لك اودي انا راني علفت. حيت واش انت علفتي تبيع الحلي ب 7000 درهم؟ واش هاد الحلي هذا واكل البيستاش؟ علفتيه بالبيستاش؟ علفتيه باللوز والكركاع؟ اذا علفتي راه كانت الحكومه راه عاونت راه. وحتى الاسعار ديال الاعلاف راه طاحت بواحد 30% هاد العام، وكان دعم طرف الحكومه ايضا، كان دعم تماديا للكسابه ديال الاغنام. اذا باش ما كانت حتى شي حجه باش يقول لك الكساب انا راني علفت. وهذا هنا باش انه يطلع السوق اللي بغينا هنا في هذا العيد هذا وفي هذا الاضحيه، باش يمر العيد في ظروف اللي هي جيده. فبغينا الحكومه تدخل وتعطي الامر ديالها للسلطات الوصيه باش انه تدخل في الاسواق، وبان ما يكونش هذه العمليه ديال التخزين، انك تخزن الحلي حتى يفوت العيد عاد تخرجوا. بينا نرجعوا الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك، هذا هو المبدا ديالنا، وبغينا هذا هو التدخل ديالنا، هو يرجعوا لدفتر التحملات باش ما يكونش هناك تخزين ديال القطيع اللي غادي يجي حتى مورا العيد نبداو نخرجوا نبيعوا للجزار ونبيعوا لاصحاب الاعراس والحفلات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.